بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في المحاضرة 11 من سلسلة المحاضرات الحية لمقرر المحاسبة المتقدمة في المستوى 7 محاسبة. تناولنا في المحاضرة الماضية الموضوعات المتعلقة بعملية إعداد القوائم المالية الموحدة في تاريخ التملك، وذكرت أنه في تاريخ التملك يتم إعداد ميزانية واحدة، ورأينا كيف يتم احتساب الشهرة واحتساب حقوق الأقلية وكيف يتم إظهارها وفقاً لطريقتي إظهار الشهرة جزئياً وإظهار الشهرة كلياً. في محاضرتنا لهذا اليوم نتناول القوائم المالية خلال الفترات التالية للتملك. الآن في الفترات التالية للتملك تقوم الشركة بإعداد مجموعة متكاملة من القوائم المالية الموحدة، ولكن في الفترات التالية يطرأ تغير على حساب الاستثمار نتيجة لبعض المتغيرات التي تظهر أو التي تحدث في الشركة التابعة. من هذه المتغيرات الأرباح أو الخسائر التي يتم تحقيقها في الشركة التابعة، يتأثر حساب الاستثمار بهذه الأرباح والخسائر، كذلك يتأثر بالفروقات أو إطفاء الفروقات ما بين القيمة العادلة والقيمة الدفترية، كذلك يتأثر حساب الاستثمار بتوزيعات الأرباح في الشركة التابعة. وفي الواقع نجد أن هناك 3 طرق تعالج التغير في حساب الاستثمار، وهذه الطرق طريقة الملكية وطريقة الملكية غير المكتملة وطريقة التكلفة. ولكن محاسبيا ومعايير المحاسبية تتطلب أن يتم استخدام فقط طريقة الملكية عند إعداد الشركة القابضة قوائم مالية موحدة. في حالة عدم إعدادها لقوائم مالية موحدة نستخدم طريقة التكلفة، أما طريقة الملكية غير المكتملة فلا يتم استخدامها. لذلك سوف أكتفي أنا فقط في طريقة الملكية لمعالجة التغير في حساب الاستثمار، ولكن سوف أذكر الفروقات ما بين الطريقة 3 طرق في عملية معالجة حساب الاستثمار. طريقة الملكية، هذه الطريقة تقول أن حساب الاستثمار في الشركة التابعة بعد تاريخ التملك يتأثر بـ3 متغيرات. أولاً يزيد بالأرباح المحققة وينخفض بالخسائر التي تحققها الشركة التابعة. أيضاً بإطفاء الفروقات بالقيمة ما بين القيمة العادلة والقيمة الدفترية في الشركة التابعة. وإطفاء الفروقات هذه تعرفون أن الشركة التابعة كانت تحسب الاستهلاك على القيمة الدفترية، والآن لما تم إعادة تقييم وصول الشركة التابعة بالقيمة العادلة هناك فروقات لم يحسب عليها استهلاك ما بين القيمة العادلة والقيمة الدفترية، فهذه الفروقات يتم احتسابها وتتأثر حساب الاستثمار بها. أيضا توزيعات الأرباح، طريقة الملكية تقول أن توزيعات الأرباح إذا قامت الشركة التابعة بتوزيع أرباح فإن توزيعات الأرباح تؤثر على حساب الاستثمار بتخفيض حساب الاستثمار، بينما طريقة الملكية غير المكتملة لا تنظر إلى الفروقات ما بين القيمة العادلة والقيمة الدفترية، تأخذ بمتغير الأرباح وتوزيعات الأرباح، بينما طريقة التكلفة فقط تأخذ طريقة توزيعات الأرباح أو تتأثر حساب الاستثمار بتوزيعات الأرباح. إذن ما سوف نقوم
بالطريقة أو اختيار الطريقة هي فقط طريقة الملكية، وطريقة الملكية تقول أن حساب الاستثمار يتأثر بثلاث متغيرات: الأرباح، حصة القابضة في أرباح التابعة، وهذه تؤدي إلى زيادة حساب الاستثمار، وإذا حققت الشركة خسائر فإنها سوف تؤدي إلى تخفيض حساب الاستثمار. ثم أيضا يتأثر حساب الاستثمار بإطفاء الفروقات ما بين القيمة العادلة والقيمة الدفترية، وكذلك توزيعات الأرباح. في هناك مثال على ذلك، على كيفية تأثر حساب الاستثمار. هذه الميزانية الشركتين في تاريخ التملك بعد الشراء مباشرة، تلاحظون الشركة صاد تم تقييمها بالقيمة الدفترية والقيمة العادلة، ظهر حساب الاستثمار بقيمة 2,600,000 بالتكلفة في الشركة صاد. أيضا هناك معلومات إضافية لإعداد القوائم المالية الموحدة: العمر المتبقي للآلات 5 سنوات حتى نحسب الاستهلاك. تم خلال عام 2015 بيع 60% من البضاعة التي كانت موجودة عند الشركة التابعة، وتم بيع الباقي في عام 2016. الأراضي بقيت لما بعد عام 2016. الشهرة هناك انخفاض في قيمتها بمعدل 10% في نهاية كل سنة. عندنا أيضا القوائم المالية في نهاية السنة، تلاحظون صافي الربح للشركة صاد 600,000، وكذلك عندي قائمة الأرباح المحتجزة والميزانية في نهاية عام 2015. المطلوب إثبات القيود اليومية وكذلك حساب الشهرة والحقوق غير مسيطر عليها عند التملك، وإعداد الميزانية الموحدة عند التملك، وكذلك أعداد القوائم المالية الموحدة في نهاية عام 2015. عند شراء الاستثمار تلاحظون تم تسجيل قيد الاستثمار من حساب الاستثمار إلى حساب النقدية. الآن احتساب الشهرة وفقا لطريقة الشهرة جزئيا، مثل ما تكلفة الاستثمار في حصة القابضة في أصول التابعة كما حسبناها في المحاضرة الماضية. كذلك الأقلية، نسبة تملك الأقلية في حصة الشركة أو في صافي أصول الشركة التابعة 20% في صافي الأصول. هنا تم إعداد الميزانية الموحدة في تاريخ التملك كما رأينا في المحاضرة الماضية، عملية تجميع مع الأخذ بعين الاعتبار الفروقات في عمود التسويات. تلاحظون يتم إلغاء حساب الاستثمار عند إعداد الميزانية الموحدة، كذلك يتم إلغاء حسابات حقوق الملكية للشركة التابعة. وأيضا سنقوم بإعداد إطفاء الفروقات، لأنه كما ذكرت أن طريقة الملكية أن حساب الاستثمار يتأثر بثلاث متغيرات: الأرباح وفروقات ما بين القيمة العادلة والقيمة الدفترية، وكذلك توزيعات الأرباح حسب العمليات التي الشركة التابعة، وكذلك هذه الأحداث التي تؤثر على حساب الاستثمار. يبين الفروقات ما بين القيمة العادلة والقيمة الدفترية. عندنا الآلات هناك فرق 50,000. طبعا قد يسأل طالب من أين جاءت هذه الآلات؟ في الميزانية المعطاة معنا في البداية، هذه هي الميزانية، هذه الفروقات، تلاحظون الآلات، القيمة الدفترية 700، القيمة العادلة
الفرق 50,000، الأراضي 500 إلى 400، 100,600، هذه الفروقات من هنا تم أخذها. نعود إلى الجدول، فالآلات انخفضت بمقدار 50,000. أعطاني في المعلومات الإضافية أن العمر 10 سنوات، إذن الاستهلاك وفقا لطريقة القسط الثابت التكلفة أو القيمة الدفترية على العمر الإنتاجي، 50 على 10 سنوات سنوي، ما يخص القابضة منه 80% وما يخص الأقلية 20%، 10 في 80% 8,000 وفي 20% 2,000. أيضا البضاعة بيع 60% منها، 300 في 60% 180,000، حصة القابضة ظل 80% والأقلية 20%. ألف في 10% 48,000. طريقة الشهرة جزئيا، وما يخص الأقلية. أيضا بعد أن قمنا باحتساب إطفاء الفروقات، تلاحظون أن هذه الفروقات 184,000 ما يخص القابضة تؤثر على حساب الاستثمار بتخفيض حساب وأن أيضا توزيعات الأرباح تؤدي إلى تخفيض حساب الاستثمار القيد الثالث. إذا القيد الأول يتعلق بالأرباح، القيد الثاني بإطفاء الفروقات، القيد الثالث بتوزيعات الأرباح. عند التوزيعات حساب النقدية أو إذا لم يتم استلامها إلى حساب الاستثمار، تلاحظون تم تخفيض حساب الاستثمار خاصة القابضة في توزيعات الشركة التابعة. ويلاحظ أن توزيعات الأرباح التي استحق خفضت حساب الاستثمار. إذا تلاحظون أن حساب الاستثمار الآن كان في البداية عند التكلفة، الآن من الأرباح زاد، يزيد بالأرباح، انخفض بمقدار إطفاء الفروقات وكذلك انخفض بتوزيعات الأرباح. إذا الرصيد 2,696,000، وهذا ما هو يظهر في القوائم المالية الموحدة. هذه التغيرات، تلاحظون أن حساب الاستثمار وفقا لطريقة الملكية تأثر بثلاث متغيرات، بأرباح أو الخسائر، إطفاء الفروقات، وتوزيعات الأرباح. الآن نقوم بإعداد قائمة الدخل الموحدة. طبعا هناك إعداد قائمة وكذلك نقوم بعد حصول الصوت في مشكلة بالصوت. الآن تمام. إذن بالنسبة لإعداد القوائم أو قائمة الدخل الموحدة، طبعا نحصل على قائمتين الدخل للشركتين، بعد ذلك نقوم بإظهار الفروقات ما بين القيمة العادلة والقيمة الدفترية خاصة بعملية إطفاء أو الاستهلاكات، وأيضا إلغاء حساب أرباح الاستثمار ونظهر حقوق الأقلية في صافي أرباح الشركة التابعة. وهذه إجمالي حقوق الأقلية من الأرباح، عندنا 600,000 في 20% 120,000، حصتها من إطفاء الفروقات 34,000، إذا صافي حصة الأقلية في الأرباح 86,000 ريال. أيضا المبيعات، تلاحظون تجميع تكلفة المبيعات 6,500,000 800,000 الشركة التابعة، هنا 180,000
60% اللي تم بيعها. أيضا هنا ما يخص انخفاض الشهرة والاستهلاكات، يتم إلغاء أرباح الاستثمار كما تلاحظون، وإظهار حصة الأقلية من الأرباح اللي حسبناها قبل قليل 86,000. ما يلاحظ على قائمة الدخل الموحدة أنه يجب أن يتساوى صافي الربح الموحدة مع صافي ربح الشركة القابضة، يجب أن يتساوى صافي الربح. كذلك عمود التابعة مع التسويات، صافي ربح التابعة مع الفرق ما بين عمود التسويات، 610 ناقص 10 يساوي 600. هذا ما بالنسبة للأرباح المحتجزة، أيضا يتم إلغاء الأرباح المحتجزة أول مدة لأنها من حسابات حقوق الملكية. أيضا إلغاء أرباح السنة لأنه ما يتم، ما يظهر هو فقط ما يخص القابضة. كذلك توزيعات أرباح الشركة التابعة، فقط يظهر في الموحدة ما يخص الشركة القابضة. والسبب في إلغاء توزيعات الأرباح بأن هذه التوزيعات تعتبر بالنسبة للشركة القابضة توزيعات داخلية لم يقبضها مساهمو الشركة القابضة. أيضا يتم توزيع أو تجميع عناصر الشركة القابضة مع الأخذ بعين الاعتبار ما ورد في عمود التسويات. تلاحظون الأرباح المحتجزة بداية تم إلغاء هذا العمود، هذا الصف تم أخذه من قائمة الدخل الموحدة كما هو. توزيعات الأرباح أيضا يتم إلغاء توزيعات الأرباح أي ما يخص القابضة فقط، وتم إلغاءها على ما يخص القابضة وما يخص الأقلية، ومن ثم يتم التجميع الربحي. طبعا أيضا الميزانية الموحدة يتم إعدادها وفقا لما تم عند إعداد في الفترة الأولى للتملك، فيتم حذف حساب الاستثمار وكذلك حذف حسابات حقوق الملكية وإظهار حقوق الغير مسيطر عليها في بند مستقل ضمن حقوق ملكية الشركة القابضة. تلاحظون عملية تجميع مع الأخذ بعين الاعتبار ما ورد عمود التسويات. تم إلغاء حساب الاستثمار، أيضا الشهرة عندنا انخفاض في قيمتها تم إثباتها، وكذلك رأس المال أرباح محتجزة أيضا يتم إظهار حقوق الأقلية، هذه تم إظهارها. بداية السنة والتأثر اللي حدث على حقوق غير مسيطر عليها، مشابهة الميزانية الموحدة في الشركة أو في تاريخ التملك. هذا بالنسبة إلى إعداد القوائم المالية الموحدة. أيضا في عندي بالفترات التالية للتملك، الفترة الثانية طبعا لا تختلف عن الفترة الأولى، ولكن أنتقل الآن إلى الأسئلة حتى لا نبتعد عن الحلقتين 25 و 26 وهي إعداد القوائم المالية الموحدة في الفترة
الثانية أو الفترة التالية للتمن. نبدأ بالأسئلة. أي من الطرق التالية تعالج التغير في حساب الاستثمار في الشركة التابعة؟ طريقة الملكية، الملكية غير المكتملة، التكلفة، جميع ما ذكر. طبعا جميع هذه الطرق تعالج حساب التغير في حساب الاستثمار، ولكن الطريقة المطبقة كما ذكرت هي طريقة الملكية، والتي يتم استخدامها من قبل المعايير الدولية أو أوصت وأوجبت استخدام طريقة الملكية. أيضا في حال عدم إعداد القوائم المالية الموحدة، يجب على الشركة القابضة استخدام طريقة الملكية، الملكية غير المكتملة، التكلفة، جميع ما ذكر. كما ذكرت يجب استخدام طريقة التكلفة في حالة عدم إعداد قوائم مالية موحدة. عند الإعداد نستخدم الملكية، عدم إعداد التكلفة. في حالة إعداد كما ذكرت يتم استخدام طريقة الملكية. عند استخدام طريقة الملكية فإن حساب الاستثمار يزيد أو ينقص بما يلي: ألف، الأرباح والخسائر المحققة في الشركة التابعة، ب، الجزء الواجب إطفائه سنويا من الفروقات ما بين القيمة العادلة والقيمة الدفترية لوصول الشركة التابعة، د، حصة القابضة أو جيم عفوا، حصة القابضة من توزيعات أرباح التابعة، د، جميع ما ذكر. الإجابة هو جميع الثلاث متغيرات وفقا لطريقة الملكية. كما ذكرت طريقة الملكية تقول أن حساب الاستثمار يتأثر بثلاث متغيرات، هي الأرباح والخسائر المحققة في الشركة التابعة، إطفاء الفروقات ما بين القيمة العادلة والقيمة الدفترية لأصول الشركة التابعة، وتوزيعات الأرباح في الشركة التابعة. أيضا السؤال الآخر: يتم معالجة توزيعات الأرباح في الشركة التابعة وفقاً لطريقتي الحيازة والملكية في دفاتر الشركة القابضة بأنها: ألف، إيرادات، مصروفات، مصروفات مؤجلة، تخفيض لحساب الاستثمار. طبعاً كما ذكرت وفقاً لطريقة الملكية ينظر إلى توزيعات الأرباح على أنها تخفيض لحساب الاستثمار، تخفيض لحساب الاستثمار. نعم. طبعا هناك سؤال يقول: اشترت الشركة سين 80% من أسهم الشركة صاد بمبلغ 2,600,000 ريال، نتج عن شراء الشركة سين لأسهم الشركة صاد نشوء علاقة قابضة وتابعة بين الشركتين. في نهاية السنة أعلنت الشركة التابعة عن أرباح مقدارها 80,000 ريال، ووزعت أرباح 60,000 ريال. رصيد حساب الاستثمار في سجلات الشركة سين في نهاية السنة اثنين مليون ستمائة وستة عشر ألف، اثنين مليون
712,000، جيم 2,488,000، 2,600,000. الإجابة 2,616,000. أيضا نفس بيانات السؤال السابق، ولكن بلغت القيمة العادلة لصافي أصول الشركة 2,650,000. مقدار الشهرة بطريقة إظهارها بشكل جزئي 2,600,480,000. 2,650,000 ليس مما ذكر، 480,000. أيضا نفس البيانات، ولكن يطلب حصة الأقلية 530,000، باع 480,000، جيم 260,000. حصة الأقلية ستكون 530,000، نضرب صافي الأصول بنسبة تملك حقوق الأقلية أو الحقوق غير المسيطر عليها. أيضا هناك سؤال، ظهرت الأراضي في عمود القابضة مبلغ 1,250,000، وفي عمود التابعة 500,000، وفي التسويات دائن 100,000، في ورقة العمل الخاصة بإعداد الميزانية الموحدة للشركة القابضة سين والتابعة صاد، رصيد الأراضي الذي يظهر بعمود الموحدة يبلغ 1,250,000، 500,000، 1,650,000، 1,750,000. طبعا نجمع ونأخذ بعين الاعتبار ما ورد في عمود التسويات، طبعا حيكون الإجابة تمام. نعم، الإجابة هي عندي 1,250,000، 1,750,000، 500,000 ناقص 100,000، 1,650,000. إذن الإجابة الصحيحة هي جيم، صحيح. أيضا ظهرت البضاعة في عمود القابضة مبلغ 1,800,000، في عمود التابعة 1,300,000، في التسويات مدين 300. إذن هنا مدين البضاعة أصلا أصل، نراعي عند عمود التسويات إذا كانت مدينة تضاف، وفي ورقة العمل الخاصة بإعداد الميزانية الموحدة للشركة القابضة والتابعة صاد، فإن رصيد البضاعة الذي يظهر بعمود الموحدة يبلغ 1,300,000، 1,800,000، 3,100,000، 3,400,000. عندي البضاعة 1,800,000، التابعة 130,000، أو عفوا 1,300,000، وفي عمود التسويات 300. إذن يتم جمعها، يتم الجمع، إذن النتيجة ستكون 3,400,000، لأنه في عمود التسويات حسب طبيعة العنصر، إذا العنصر أصل وظهر في عمود التسويات مدين يضاف، إذا كان مثلا التزام وظهر مدين يطرح، العكس إذا كان أصل وظهر دائن في عمود التسويات يطرح، إذا كان عكس طبيعة البند يطرح في عمود التسويات. أيضا ظهر رأس المال في عمود القابضة 2,000,000، وفي عمود التابعة 1,800,000، التسويات 1,800,000. ما يخص الموحدة هو أو يظهر في الموحدة رأس المال 3,800,000، 1,800,000، 2,000,000، دال 200,000. طبعا بالنسبة للحقوق الملكية كما ذكرنا، ما يظهر في الموحدة هو ما يخص الشركة القابضة، إذن سوف يظهر 1,800,000. الإجابة الصحيحة هي، أيضا
تمتلك الشركة سين 80% من أسهم الشركة صاد، هناك علاقة قابضة وتابعة بين الشركتين. حققت الشركة التابعة صاد صافي أرباح 600,000 ريال، مقدار حصة القابضة في أرباح الشركة التابعة وفقا لطريقة الملكية 1480,000، باء 600,000، جيم 120,000، دال ليس مما ذكر. طبعا صافي الأرباح 600,000، نضرب 600,000 في 80% ضرب 80% يساوي 480,000. هذه حصة القابضة في أرباح التابعة. أيضا لو أردنا أيضا تسجيل قيد الأرباح، تعرفون وفقا لطريقة الملكية كما ذكرت، طريقة الملكية تقول أن حساب الاستثمار يزيد بمقدار الأرباح المحققة، إذن سوف يكون القيد أي مما يلي: قيد الاستثمار أو الطرف المدين 600,000 من حساب الاستثمار في الشركة التابعة، باء 480,000 من حساب الاستثمار في الشركة التابعة، جيم 480,000 من حساب أرباح الاستثمار في الشركة التابعة، دال 600,000 من حساب أرباح الاستثمار في الشركة التابعة. نعم أحسنتي يا ليلى، نعم الإجابة الصحيحة هي باء، نعم، وهي من حساب الاستثمار في الشركة التابعة، لأني كما ذكرت أن الأرباح تزيد من حساب الاستثمار، حساب استثمار مدين لما نزيده أيضا مدين. طيب الطرف الدائن من القيد الذي يتم إثباته 600,000 إلى حساب الاستثمار، 480,000 إلى حساب الاستثمار في الشركة التابعة، جيم 480,000 إلى حساب أرباح الاستثمار في الشركة التابعة، دال 600,000 إلى حساب أرباح الاستثمار في الشركة التابعة. هيكون عندي 480,000 إلى حساب الاستثمار، لأنه قيد حصة القابضة في أرباح التابعة من حساب الاستثمار إلى حساب أرباح الاستثمار، من حساب الاستثمار إلى حساب أرباح الاستثمار. أيضا تمتلك الشركة سين 80% من أسهم الشركة صاد، هناك علاقة قابضة وتابعة بين الشركتين سين وصاد. حققت الشركة التابعة صافي خسائر مقدارها 600,000 ريال، فالطرف الدائن من قيد إثبات حصة القابضة في خسائر الشركة التابعة وفقا لطريقة الملكية ألف 600,000 إلى حساب الاستثمار، باء 480,000 إلى حساب الاستثمار في الشركة التابعة، جيم 480,000 إلى حساب أرباح الاستثمار، دال 600,000 إلى حساب أرباح وخسائر الاستثمار في الشركة التابعة. القيد طبعا تعرفون أن الخسائر عكس الأرباح، فالخسائر تؤدي إلى نقصان حساب الاستثمار، وبالتالي الآن سوف ينقص حساب الاستثمار بمقدار الخسائر في حصة القابضة في خسائر الشركة التابعة. إذن سيكون القيد هو الإجابة 480,000 إلى حساب أرباح وخسائر الاستثمار. طبعا الطرف الدائن من قيد حيكون إلى حساب الاستثمار، عفوا، لأن التخفيض حساب الاستثمار، حساب الاستثمار مدين، إذا أردت أن أخفضه أسوى دائن، وبالتالي حيكون القيد إلى حساب الاستثمار من خسائر الاستثمار
أو من أرباح وخسائر الاستثمار إلى حساب الاستثمار، عكس الأرباح تماماً، عكس الأرباح تماماً. تمام. أيضاً الطرف المدين من الخسائر هيكون الطرف المدين كما ذكرت القيد قبل قليل، لأن القيد الذي يتم تسجيله من حساب الخسائر إلى حساب الاستثمار، وبالتالي الطرف المدين سوف يكون خسائر الاستثمار 480 ألف إلى حساب الاستثمار. إذا الطرف المدين سيكون 480 ألف من حساب خسائر الاستثمار. أيضا تمتلك الشركة سين 80% من أسهم الشركة صاد، هنالك علاقة قابضة وتابعة بين الشركتين. إذا وزعت الشركة التابعة صافي أرباح بمقدار 250 ألف ريال، فالطرف المدين من قيد إثبات حصة القابضة في توزيعات الشركة التابعة وفقا لطريقة الملكية هو 250 من حساب توزيعات أرباح مستحقة القبض، 200 ألف من حساب الاستثمار في الشركة التابعة، 250 ألف من حساب الاستثمار في الشركة التابعة دال 200 ألف من حساب توزيعات أرباح مستحقة القبض. نعم أحسنت يا ليلى. إذن من حساب توزيعات أرباح مستحقة القبض الطرف المدين. الآن الطرف الدائن أيضا لنفس بيانات السؤال، الطرف الدائن 200 ألف إلى حساب الاستثمار، باء 250 ألف إلى حساب توزيعات أرباح مستحقة القبض، جيم 250 ألف إلى حساب الاستثمار في الشركة التابعة، دال إلى حساب توزيعات أرباح مستحقة القبض. طبعا الإجابة الصحيحة أحسن هي ألف 200 ألف إلى حساب الاستثمار، لأن كما ذكرت وفقا لطريقة الملكية يتم اعتبار توزيعات الأرباح تخفيضا لحساب الاستثمار، تخفض حساب الاستثمار، وبالتالي القيد من حساب توزيعات أرباح مستحقة القبض إلى حساب الاستثمار بحصة القابضة في توزيعات أرباح الشركة التابعة، أي أننا نضرب مقدار التوزيعات في حصة القابضة ونقوم بتسجيل هذا القيد. أيضا يظهر رصيد حساب أرباح الاستثمار في الشركة التابعة في ألف قائمة الدخل الموحدة، قائمة دخل التابعة، قائمة دخل القابضة، لا يظهر في أي قائمة دخل. نعم في الشركة القابضة. أحسنت صحيح، أحسنت في قائمة دخل القابضة. عند إعداد ورقة العمل الخاصة بقائمة الدخل أو الدخل الموحدة يتم إثبات حصة الأقلية في أرباح الشركة التابعة بإظهارها بالجانب ألف المدين من عمود التسويات، باء الدائن من عمود التسويات، جيم لا يتم احتساب حصة الأقلية من الأرباح، دال المدين من عمود التابعة. نعم أحسنت، المدين من عمود التسويات. أيضا عند اتباع طريقة الملكية يتساوى صافي الربح الموحد مع صافي ربح ألف الشركة التابعة، باء القابضة، جيم التابعة والقابضة، دال لا يتساوى صافي الربح
مع القابضة أو التابعة. عند اتباع طريقة الملكية ذكرت يتساوى، نعم أحسنت يا ليلى، يتساوى صافي الربح القابضة مع الموحدة، بينما يتساوى ربح التابعة مع الفرق بين عمودي التسويات، بين جانبي عمود التسويات. أيضا عند إعداد ورقة العمل الخاصة بقائمة الأرباح المحتجزة الموحدة، يتم معالجة توزيعات أرباح الشركة التابعة في الجانب المدين من عمود التسويات، باء الدائن من عمود التسويات، جيم المدين والدائن من عمود التسويات، دال ليس مما ذكر. توزيعات أرباح الشركة التابعة يتم معالجتها في الجانب الدائن من عمود التسويات. أيضا سؤال، إذا ظهر رصيد الأراضي في ورقة العمل الخاصة بإعداد الميزانية الموحدة في عمود الشركة القابضة مبلغ 900,000 ريال، وفي عمود التابعة مبلغ 500,000 ريال، وفي الجانب الدائن من عمود التسويات 100,000 ريال، رصيد الأراضي الذي يظهر في الموحدة يساوي 1,500,000 باء 500,000 جيم 900,000 دال 1,300,000. طبعا نجمع القابضة مع التابعة ونطرح منها عمود التسويات لأنه ظهر في الجانب الدائن، فيكون القيد أو الإجابة هي 1,300,000. لو ظهرت في الجانب المدين من عمود التسويات سوف نضيف الجانب المدين، يعني حيكون الرصيد 1,500,000 الذي يظهر في الموحد. في الموحد واضح الأسئلة؟ هذا بالنسبة للأسئلة التي جاءت على الحلقتين 25 و26. طبعا يتبقى عندي تقريبا حلقتين 27 28، لأن 29 30 غير مطلوبة أتوقع، لأن تعالج طريقة المكية غير المكتملة وطريقة التكلفة، وهي غير مطلوبة معنا في المقر. الآن تعرفون الاختبارات ستبدأ في 1 رمضان أم 6 رمضان؟ 1 صح؟ هل ظهر الجدول أمامكم الاختبارات؟ ما بين معكم الجدول لغاية الآن، لم يرسل لكم الجدول. تمام، يعني احنا باقينا الأسبوع القادم إن شاء الله محاضرة، وسيكون أيضا مراجعة بإذن الله. خلال إن شاء الله خلال 72 ساعة سيظهر جدول الاختبارات بناء على التوقيتات الجديدة وأيضا موعد الاختبار. سم يا مازن. يا دكتور لو سمحت لي، تفضل. في سؤال ذكرته اللي ظهر رأس المال في عمود الشركة القابضة بمبلغ 2 مليون. نعم. بمبلغ 2 تمام. مليون، وفي عمود الشركة التابعة ب1,800,000، وفي عمود التسويات مدين ب1,800,000. تمام. المطلوب رأس المال يظهر ما يخص القابضة يا مازن، يعني لغير التابعة، إذا اللي يظهر 2 مليون في الموحدة. في الموحدة 2 مليون فقط ما يخص القابضة. أنا ذكرت يمكن بس أخطأت بالرقم، يمكن أنا قلت 1,800,000 صح؟ ذكرت 1,800,000. أي نعم. لا هو فقط ما يخص القابضة، الأصل أنه ما يخص القابضة اللي يظهر في الموحدة. نلغي التابعة، دائما نلغي حسابات حقوق الملكية للشركة التابعة، وبالتالي حسابات حقوق الملكية اللي تظهر في الموحدة هي حسابات حقوق الملكية للشركة القابضة. إذا كان رأس المال 2 مليون بالقابضة
يظهر في الموحدة 2 مليون، أرباح محتجزة مليون تظهر مليون في الموحدة، وهكذا. الله يعطيك العافية. تمام. الله يعافيك يا مازن، وإياكم إن شاء الله. أعزائي الطلبة، إلى هنا ينتهي اللقاء بكم لهذا اليوم، إلى أن نلتقيكم في المحاضرة القادمة، لكم مني أطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.